يقول: انا طالب في كلية الطب، ولا بد لطالب الطب عندنا في السنة الرابعة ان يكشف على النساء وعلى عوراتهن في امتحان عملي، وان رفض ذلك رسب ولم ينجح، فما العمل؟ علما بان بلادنا في حاجة للطبيب المسلم، فهل من هذه من الضرورات؟ لا، هذه ليست من الضرورات. طبب الرجال واشتغل مع الرجال، اما النساء يطببه النساء ويشتغل معها النساء. نعم.